البرمجة الرياضية هي واحدة من التقنيات التي لاقت انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة، تحديداً فيما يتعلق بتحسين أداء اللاعبين وتعلم رياضات جديدة. أنا الآن في جامعة دبلن سيتي، حيث تم تطوير تقنية ريبلاي لرياضات متعددة. لنتعرف عليها. Hello, Francois. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Francois, حدثني عن مشروع ريبلاي. Yeah, so the project Replay is aiming to capture and compare. يهدف مشروع ريبلاي لالتقاط حركات اللاعبين ومقارنتها ببعضها، ومن ثم تحليلها وفق سيناريوهات مختلفة. هناك الكثير من نجوم الرياضة الذين يعتبرون قدوة بالنسبة لغيرهم من الرياضيين أو الأطفال، الذين بات بإمكانهم عبر هذه التقنية تسجيل حركاتهم ومقارنتها بهؤلاء اللاعبين المحترفين. أما الهدف الثاني فهو الحفاظ على بعض الرياضات التقليدية في أوروبا، مثل لعبة الجايليك وهي كرة القدم الأيرلندية. ما هي بالضبط التكنولوجيا التي تعتمدون عليها لتطبيق هذا المشروع؟ بما أن هدفنا الأساسي هو إتاحة هذه التقنية للجميع، حاولنا التقليل من تكاليف بنيتها التحتية. مثلا نحن نعتمد على تقنية مايكروسوفت كينكت التي تساعد ضمن فضاء معين على إنشاء بنية ثلاثية الأبعاد لأي مستخدم. إضافة لذلك وللحفاظ على مستوى دقة عالي أثناء مقارنة الحركات بالعين المجردة، استخدمنا حساسات خاصة. مثلا الكاميرا الآن التقط أبعاد جسمي وأظهر بداية على الشاشة كهيكل عظمي يتم على أساسه بناء الشكل ثلاثي الأبعاد الخاص بي. طبعا المثال الذي أمامنا هو لرياضة كرة القدم التقليدية في أيرلندا. المجسم الأحمر يحاكي أحد الأبطال الوطنيين في هذه الرياضة، وقد تم تطويره بتقنية عالية وغالية الثمن. أما المجسم الثاني فيحاكي جسدي، وبالتالي يقارن حركة مفاصلي وطريقة استدارتي مع اللاعب الأصلي ليقوم النظام بعدها بإرسال تقييم لأدائي. إلا أننا سنعمل في المستقبل على تطوير التقييم الذي يرسله الجهاز ليصبح أكثر تفصيلا. لكن فرانسوا، هل تقوم هذه التقنية بالتقاط حركة الأشخاص بشكل منفرد أم يمكن أن تعمل ضمن فريق أيضا؟ هذا سؤال جيد. الآن نحاول اختبار احتمالات متعددة، كأن يتنافس لاعبان على الكرة، لكن حاليا نركز فقط على لاعب واحد يقوم بحركات متعددة. إلا أنه باعتبار هذه التقنية منخفضة التكاليف، هناك حدود لما يمكن فعله بها. مثلا هي تعمل فقط ضمن مكان مغلق، لهذا ندعم التقنية باستخدام حساسات خاصة لاسلكية، وسأدعو زميلي أمين ليحدثنا أكثر عنها. مرحبا، أنا اسمي أمين وأعمل في مجال أجهزة الاستشعار كهذه التي أحملها بيدي. كما ترين نحن نستخدم تقنية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة للمساعدة في قياس تسارع الحركة والزوايا، بحيث يمكننا قياس اتجاه كل جزء من الجسم أثناء حركات معينة. نضع الأجهزة على نقاط مختلفة من الجسم لالتقاط حركة المفاصل ووضعيات أجزاء الجسم المختلفة لإعطاء تقييم حيوي للاعبين أو المدربين أو علماء الرياضة المهتمين بهذه الأرقام. ويحتوي هذا الجهاز على جهاز قياس التسارع ومقياس مغناطيسي وتقنية بلوتوث. وهنا لدينا احتمالان، إما تسجيل الحركة وتحميلها على الكمبيوتر ومشاهدتها لاحقا، أو الحصول على عرض مباشر لبيانات هذه الأجهزة من خلال بلوتوث. يمكنك إضافة أجهزة أخرى بالطبع، إلا أن هدفنا الأساسي هو خفض تكاليف هذه التكنولوجيا. لك
لكن أمين، هناك العديد من المنتجات والأبحاث التي تعتمد على التكنولوجيا الرياضية، كيف يختلف هذا البحث عنهم؟ نعم، هذه نقطة مهمة. معظم التقنيات التي تقيم حركة الرياضيين تعتمد على نظام تصوير بالكاميرا، وغالبا ما تكون باهظة الثمن، كما تتم معالجتها في المخابر، ما يجعل اللاعبين أكثر تركيزا على طريقة عمل التقنية. أما بالنسبة لهذه، يمكن استخدامها في الخارج أثناء التدريب والحصول على تقييم مباشر لحركة اللاعبين. نحن نستفيد في مشروع ريبلاي من دمج أجهزة متعددة مع تقنيات أخرى مثل مايكروسوفت كينكت لتزويد اللاعبين بنتائج دقيقة. Thank you so much, Amin and Francois, for this information. وأتمنى لكما التوفيق في بحثكما. أما أنا ألقاكم بتقرير جديد وتكنولوجيا مختلفة الأسبوع المقبل.